اذا احد الاشياء المهمه اللي لازم تكون متوفره عندنا هي البريشر سويتش، ليفل بريشر سويتشز. هذا البريشر سويتش مبني على مبدا انه في انبوب، الانبوب هذا بيتعبى مي، كل ما كان في مي اكثر بزيد البريشر اللي ضغط عليه، وهذا البريشر سنسر راح يعمل له ديتكشن. خلينا ارسم اللي رسمناها بشوي بطريقه مختلفه شوي. راح ارسم الدرم بهذا الريزرفوار او التانك، راح ارسمه بهذا الشكل، راح ارسم في داخله درم. طبعا عندنا هون في مكان معين راح يكون في هيتر، هذا هون التانك، وهون راح انزل من هاي هيك انبوب، والانبوب راح اخذه في اتجاهين، اتجاه بروح على البمب والبمب زي ما متذكرين حكينا بشوي لازم يكون هون طالع على تانك او مصرف او مغسله تنزل المي من هون. لكن الجهه الثانيه منها بتكون رايحه على في هون انبوب صغير بلاستيكي شفاف، هذا اذا هون بلاستيك كلير تيوب، وهذا البلاستيك تيوب بيطلع هون على البريشر سويتش، ولانه شفاف بيساعد بعمليه الصيانه، لو بدي اطلع عليه بعرف انه في داخله مي او ما في داخله مي. اذا كان عندي مثلا مستوى المي هون هيك، طبعا هذا زي ما اتفقنا ايش راح يكون؟ بيرفوريتد، الدرم هذا هون بيرفوريتد، وهي الهيتر راح يكون في عندنا سنسر طبعا للحراره كمان. هلا اذا مستوى المي هون راح يكون مستوى المي حتى المي راح تكون هون كمان، شايفين ليش المي ما بتطلع؟ لانه هذا اعلى، بس حتى اطلعها وادفشها هاي الدفشه النهائيه مين اللي بدفشها؟ البمب اللي بدي اشغلها. هلا هون في عندي راح يكون البريشر سويتش وطالع منه الكتريكال كونتاكتس، هذا هون بريشر سويتش. احنا حولنا الليفل لبريشر، كل ما حطينا مي اكثر المي هاي رح تضغط هون، رح تضغط الهواء هذا اللي موجود هون، لما هذا الهواء اللي موجود هون ينضغط رح يرتفع البريشر، البريشر انكريسز، فبيعمل ديتكشن للليفل عن طريق البريشر. وهذا البريشر راح اقدر اعرف من هون الليفلز. هلا انا بهمني اعرف مستويين معينين، في المستوى العلوي اللي هو راح اعتبر عنده تعبت الهاي سميه upper level، وفي المستوى السفلي راح اعتبر عنده انه فضيت الهاي lower level. هلا انا توقعي بعرفش انا مش خبرتي، بس توقعي انه بخلوا هاي الهيتر مغموره حتى لو اشتغلت او شيء يكون في مي لا مرتفع، اسوء شيء انك تشغل الهيتر هاي وفيش حواليها مي، بس انا ما بعرف وين الليفل هذا. ليش بهموني هذول التو ليفلز؟ متذكرين الريزرفوار التانك اللي حكينا عنه؟ واحد منهم بهمني وانا بعبي المي، لما بكون بعبي عمالي من السولونويد، يعني نفترض عندي السولونويد هون وهي هذا ماخذ هون من الحنفيه، هذا السلولويد الكتريكال سلولويد، سلولويد بنعبي فيه، فلما بكون بعبي مي بهمني اعرف اني وصلت هذا المستوى عشان اوقف، ولما بشغل هاي المضخه بفضي بهمني اعرف هذا الليفل انه فضيت من عنده، هذا بيجي عن طريق البريشر سويتش، فالبريشر سويتش كونفيرتس البريشر into
ليفل، فهيك احنا بنعرف مستوى الليفل المي اللي موجود في هذا التانك عن طريق البريشر اللي طالع منه. راح يطلع معنا كونتاكتس، الكونتاكتس ممكن تكون نورمالي اوبن، ممكن تكون نورمالي كلوز، ممكن تكون تشينج اوفر، مروا عليكم هاي الاشياء. شو يعني كونتاكت يعني نورمالي اوبن؟ الكونتاكت النورمالي اوبن بالحاله العاديه بكون الكونتاكت فاتح. هذا نورمالي اوبن كونتاكت. وممكن الكونتاكت يكون عندنا نورمالي كلوز، يعني بالحاله العاديه بكون نورمالي كلوز. ممكن يكون عندنا change over contact. هذا اسمه change over. هذا معناه انه هذا contact عادة open. في اللحظة اللي بتفعل بصير الشيء اللي هو عم بيعمله ديتكشن بسكر. عادة هذا بيكون نورمالي كلوزد، لما يصير الشيء اللي هو عم بيعمله ديتكشن بيفتح، وهذا تشينج اوفر، عادة بيكون بهذا في واصل بين هدول، ولما يصير الشيء اللي هو عم بيعمله ديتكشن بحول على الجهة هاي اللي موجودة هون. البريشر سويتش بحول البريشر الموجود هون لليفل، وهذا الليفل بنستعمله احنا وي ار انترستد ان تو ليفلز. ايش هم التو ليفلز؟ عندي upper level lower level. ليش upper level مهم؟ when it's detected we stop filling. شايف؟ when detected we stop filling. لاحظوا هذا راح يكون اون اوف كنترول. السولونويد هذا ما بيفتح كثير وبعدين بيفتح شوي. يا بيكون فولي اوبن يا بيكون فولي كلوز. لما مستوى المي يوصل عند هذا الليفل شو بعمل بالسولونويد؟ خلص بطفي. وبعدين لما بدنا نيجي نفضي خلصنا البصير من هون بدنا نيجي نفضي نفس الشيء، البمب هاي يا بتشتغل يا بتطفي، ما في لها ليفلز ان بتوين، مش بروبورشنال كنترولر. اون اوف كنترولر. فبشغل البمب هاي بتضل تضخ المي من هون لحد ما اوصل للور ليفل. إذا اللور ليفل هون لما بكون عمال نضخ المي الوسخة بنطلعها بنوقف عند الليفل السفلي، وهون two levels when we detected we stop filling with clean water. إذا هدول التو ليفلز مهمين بالنسبة لنا